وقضية الفيسبوك، يعني وأنا بأكد إن قضية الفيسبوك ده شريط ملفق، وبأكد شريط ملفق. عندنا حضرتك قضية تانية مهمة جدا، هي قضية الشرطة، وإن الشرطة بتقتل الناس في الشوارع. الشرطة بتقتل الناس في الشوارع؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ الشرطة هدفها حماية الوطن والمواطن، إنما مش ممكن تقتل الناس في الشوارع. أنا معرفش هدفه إيه بالظبط، يعني أعتقد إن كل هدفه إنه يشوه صورتي وصورة أسرتي قدام الناس. مالك قاعدة في الضلمة لوحدك كده؟ الكلام ده مش ممكن يحصل. وأنت إيه اللي مدخلك تتصحى؟ الناس كلها عادي. عارفة بس أنا يعني بنتهز الفرصة إيه والمناسبة. طب ما تعالي شوية نشوف بيقولوا إيه. طيش الشباب. وأنت مش عارف هو بيقول إيه؟ وعارف منين يعني؟ يا سلام. حاجة غلط. ممكن مش ده صاحبك؟ مش دي شلتك؟ شوقي وجابر والقناوي، مش دول رجالتك يا باشا؟ ايه رايك؟ عجبتك ها؟ خالد انت مريض، انت نصاب وحرامي وقاتل. انا ما عملتش كل دوت من فراغ، عملته علشانك. عشاني؟ عشان اتولع في التوكيل بتاعي؟ عشان تقتل قاسم؟ عشان تدخلني قضية مخدرات؟ انا عشانك ممكن اعمل اي حاجة، ممكن اولع فيكي، في نفسي، في طارق وكريم ومراته. صدقي انا ممكن اولع في مصر بحالها. ممكن ليه لا؟ بس انت مش عاجبك اي حاجه، ولا عاجبك الظابط اللي انت خطفت ابنه، مش كده؟ برضه خطفت ابنه علشانك، عشان نكون سوا. ايه ده؟ هو ما قالكيش؟ ما قالكيش بيدور عليا ليه؟ ما قالكيش اخذ القضيه ليه؟ يخيبك يا خالد، مدب كده طول عمرك. شريف بيه ده ولا فرق معاه سعادتك، ولا احمد قاسم، ولا المخدرات. هو عاوزني انا، عارفه ليه؟ عشان انا اللي خبطت مراته بالعربيه وقتلتها. ليلى انا فعلا بحبك، والله العظيم بحبك. وفرح وابنك اللي في بطنها. فرح؟ فرح مين؟ قصدك على فرح الطرابيلي؟ في حد يزعل على فرح الطرابيلي؟ طب تصدقي بقى فرح الطرابيلي دي انت مني 100 مره. تصدقي اللي حاطط الكوكايين لقاسم؟ حرام، في حد يعمل كده في قاسم وساره؟ يلا مش مشكله، اتفضلي امضي. ده عقد بيع التوكيل اللي حضرتك ما مديتيش عند شوقي. اتفضلي. مش همضي يا خالد. لا هتمضي. مش همضي يا خالد. هتمضي. مش همضي. قلت لك هتمضي. اقعد. امضي. امضي. هو انت مضيت احمد كده؟ ليه؟ احمد ما مضاش، انا اللي مضيت مكانه. ما خلاص مات، مش فارقه، بس طلع ناصح، كتب نصيبه لاخوه. بس اخوه هيروح مني فين؟ ده انا خالد يا لولا. امضي. مش همضي يا خالد. امضي امضي امضي. برافو، شطوره يا لولا، برافو يا حبيبتي. ما تنسيش بقى تروحي معاهم الثوره. سلام. انا مش هسيبك. اسكتي بقى. ايه يا طارق؟ ده كريم. طلعت من النيابه امتى؟ لسه من ساعتين. اخلوا سبيلي عشان ما فيش اي ادله ضدي. وموضوع مودي خلص بسبب اللي انت عملته انت وحسام. انا ما عملتش حاجه، حسام هو اللي خطف وسفت بحبوح ده. بقول لك ايه؟ ساره فين؟ ما اعرفش، اخر مره شفتها قالت لي انها نازله الميدان. ما تكلم ليلى. كلمت ليلى 100 مره ما بتردش عليا. يا اخي كان نفسي اطلع الاقيها مستنياني. نصيب مش راضي يركب. ما تقولش كده يا كريم، ساره بتحبك.
عارف يا طارق انها بتحبني. الموضوع ملوش علاقه بكده خالص. في وقت بتبقى محتاج اقرب الناس ليك يبقوا جنبك، والوقت ده لما بيعدي ما بيرجعش تاني مهما حصل، وحتى لو الزمن رجع بيك لورا خلاص الوقت عدى. انا بس كان نفسي اشوفها عشان اقول لها ان انا اتغيرت، اقول لها ان انا شفت حاجات كتير ما كنتش شايفها، اقول لها ان انا عرفت انا مين وعرفت انا عايز ايه. فاهم يا طارق؟ فاهم فاهم كريم. وروح لها وقول لها كل الكلام ده وهي اكيد هتصدقك. روح لها. انت مش معايا. يلا كريم انا هلغي الوقفه دي خالص. نعم. مش عارف اعمل ايه، مسؤول عن الناس كلها ومش عارف اعمل لهم اي حاجه. حاسس اني عاجز. خدوا مني داليا وبيهددوني بيها. مين دول اللي خدوا داليا وبيهددوك ازاي؟ مش عارف. ناوي. الو داليا فين؟ مش هنعيده تاني. بقول لك داليا فين؟ هلغي الوقفه. قول لي داليا فين. تمام تمام عرفت مكان داليا. طب يلا انا هطلع على ليلى واوصلك في سكتي. طب ما انت طلعت شاطر اهو. لازم كل حاجه تيجي باللوي الدراع. المهم انك عملت المطلوب منك. وهفضل لغايه امتى اعمل المطلوب مني؟ يعني ايه لحد انت؟ هو انا جاي لك في السكه دلوقتي، شايف اليوفط اللي عليها اسم احمد قاسم، وشايف ناس كتيره كلها بتعلقها في الشوارع. الناس دي صح واحنا غلط ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ ده عيال خايبه ما عرفتش تعمل حاجه في حياتها، قعدت على الهاوي. ومين اللي قعدهم على الهاوي يا بابا؟ مش احنا؟ انا لوحدي قعدت 50,000 واحد على الهاوي. انت فاكرهم حصلوا حاجه؟ ابدا. وبعدين خلاص القنايه طلع في التلفزيون شر لصاحبك اللي اسمه طارق ده. يبقى بيني لحد من العيال سمع كلامه تاني. بقولك شايفهم بيعلقوا اليوفط في الشوارع. ما تزعليش بقى يا خالد، هو في ايه؟ انا رايي تحضر نفسك لاي حاجه. يعني عايز نعمل ايه؟ الم شنطك شنط اخواتك واهرب؟ حضرها الاول هنشوف هنعمل ايه. عملت ايه في موضوع ابن الظابط؟ بحبوه مش عايش جلسته. ورجالته؟ هتصرف معاهم. شئت عاوزهم يملوا الشوارع ويولعوا الاقسام ويولعوا البلد كلها عشان يعرفوا اللي يقف قدام الحكومه هيحصل له ايه؟ خالد ما تعملش اي حاجه من غير ما تقول لي، فاهم؟ ماشي. عملوا فيك ايه؟ خلاص يا داليا خلاص، ما تقوليش اي حاجه، ما تقوليش اي حاجه. معلش معلش يلا نمشي من هنا. يلا مش هروح فين؟ مش كده ازاي؟ روحي ايه؟ روحي عند المكتب. المكتب انا هقفل كل الاوض وهقلب في اوضه الضيوف. ولا انت خايفه مني ولا ايه؟ اخاف منك انت؟ في حاجة تخاف عليها؟ يلا يا داليا يلا يلا يا بنت الناس. Thank you.
ليلى! 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 ردي عليا، انت كويسة؟ مين عمل فيكي كده؟ صرفيني يا ليلى. صرف وسط البلد عند صحابة ما دخلش عليها. كريم مش فاضل لي أي حاجة، خد التوكيل وخد محمد آسف. كريم أنا عرفت كل حاجة خلاص، أنا عرفت هو اللي طلع ورا المخدرات وهو اللي طلع ورا موضوع فرح. خلاص اهدي. بكرهه يا بكرهه.